تريلا بالعربي. كتاب رمل وزبد. يتناول هذا الكتاب قضايا ومسائل إنسانية ضمنها الكاتب آراء من حكمه وأمثاله المستمدة من المحبة، ويتخللها بعض الحكايات والأمثال الرمزية. وفي هذا الكتاب نقد للآفات الاجتماعية كالحسد والخداع والبغض والأخذ بالمظاهر، وفيه حث على التحلي بفضائل الكرم والتواضع والتسامح، كما يتضمن حكماً فلسفية تعبر عن إيمان الكاتب بوحدة الوجود. ورغم أن هذا الكتاب يعتبر عملاً أدبياً، إلا أنه حمل العديد من الآراء الفلسفية تجاه الحياة والفكر، والكثير من الحكم في الفن والجمال والشعر والحب والمرأة. وجاء الكتاب في صورة واضحة الفكرة، سهلة اللفظ كشذرات متفرقة، ربما بعض الآراء ثائر ومختلف، لكنها عادة الكاتب في التعبير عما يجول في خاطره وقلبه مهما كان. صدر هذا الكتاب عام 1926 باللغة الإنجليزية، ومن بين العبارات التي خلدها المؤلف في كتابه قوله: بين جناحي كل رجل وامرأة قليل من الرمل وقليل من الزبد، ولكن بعضنا يبين ما بين جناحيه وبعضنا يخجل، أما أنا فلم أخجل، فاعذروني وسامحوني. كتاب رمل وزبد من تأليف جبران خليل جبران. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي. Thank you.